لا ميت، انت عم تبكي؟ هاد هو المكان يلي توفى ابي فيه وراح. هو قال لي انه تيج ابن حماي، الشخص يلي انقذه قال لي انه ابن حماي شاف جريمة قتل عم بتصير جنب البير بالغابة القريبة. هذا المكان يلي عم يحكي عنه، يعني بابا هون مات. ميت شبك؟ انت قلت لي انه تيج انفقد بشهر اب سنة 2018. ايه. وكان ضايع مو حتى ابي توفى بالفترة نفسها، يعني انه يعني احتمال يكون في علاقة بين جريمة القتل ووفاة ابي بهذا المكان، احتمال مو هيك؟ تتذكر امي لما جابت صورة ابي وبلش تيجي حط عليها لون احمر وانفعل وتصرف بشكل مو طبيعي؟ إذا بتريد ميت حاول تتذكر التاريخ، إمتى انفقد تيج؟ بأي يوم تماماً؟ بستة آب، 6 آب 2018. أبي توفى بتاريخ 7 آب، واحتمال يا ميت كمان إنه يلي صار مع أبوكي وجريمة القتل يلي شهد عليها تيجي يكونوا ما إلن علاقة ببعضهم أبداً، وفي احتمال إنه تكون غير حادثة، ما بعرف، يمكن غير حادثة. دقيقة بس، شو عم تعملي؟ شوفي ميت، فهميني، ما في هيك شي صار بهداك النهار، طلع ما في شي بالأخبار. شو العلاقة بين وفاة أبوكي وبين اختفاء أخي تيج؟ شو هو الرابط يا ترى؟ أنا ما بعرف، لو تيج كان منيح ورجعت له ذاكرته أكيد كان رح يقلنا شو هي العلاقة. خلص كل الأمور رح تنحل، خلص لا تبكي. شو صار مع أبي وتيج بهداك اليوم؟ هذا أبي عم يتصل. قالوا إيه بابا؟ ابني رجع على البيت وين ما كنت تكون. أخيراً تيج رجع لوعيه. شو؟ تيج رجع لوعيه إمتى؟